مكملين مع حضراتكم خاطرة يوم السبت، بأسعد واستمتع باستقبال أسئلة حضراتكم. والنهاردة في سؤال هو اللي بعنوانه اللايف أو الخاطرة، وهو الفارق ما بين عدم الرضا وبين الطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى. السؤال هيجي دلوقتي، ولكن خلوني واحدة واحدة كده أجاوب على أسئلة حضراتكم. حد بيسألني بيقول لي لماذا خلقنا الله؟ دايما السؤال ده اللي يجاوب عليه هو ربنا سبحانه وتعالى. قال في القرآن ربنا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. العلماء هم بيفسروا هذه الآية قالوا أن ربنا خلق السماء والأرض وينزل أمر وقدر ربنا وتنزل الأديان والوحي السماوي، ليه بقى ده كله؟ لتعلموا صفات ربنا أن الله على كل شيء قدير. يبقى احنا اتخلقنا، الحكمة هي معرفة الله، النتيجة هي عبادة الله اللي إن شاء الله نقدم بها على الله في الآخرة. يبقى الحكمة غير النتيجة. جايين الدنيا نعمل إيه؟ نعرف ربنا. اللي يعرف ربنا هيحب ربنا فيعبد ربنا، واللي يعبد ربنا يقدم بين يدي ربنا يوم القيامة بالعمل الصالح اللي ربنا قال عليه في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى العبادة نتيجة للحكمة من وجودنا وهي المعرفة. وده اللي يفهمك، وأعتقد أن حضراتكم حفظتوا دي من كثرة ما بحاول أفكر حضراتكم بيها في تفسير سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، يعني عالم الأمة وترجمان القرآن، ده لقبه بين الصحابة مفسر القرآن. يوم فسر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليعرفون. وهنا في برضو معنى مهم قوي، إن الأرض هي المكان اللي ربنا اختاره، الدنيا والأرض، عشان تظهر فيه صفات ربنا، يظهر صفات الجمال اللي كانت ممكن تظهر في الجنة، العطاء والرحمة والكرم وسعة رزق ربنا، لكن برضو فيه القوة والعظمة والقهر والسيطرة، الهيمنة، المتكبر العظيم، هتظهر من أحداث بتحصل في الأرض. وكأن الأرض هي المكان الذي يتجلى، يعني يظهر فيه ربنا بصفات الجمال وصفات الجلال. عشان كده احنا نزلنا من الجنة لنرى كل صفات ربنا. فاحنا جايين لماذا خلقنا الله؟ لنعرفه فنحبه فنعبده. ده إجابة السؤال. جمال بيسألني: بنتي عندها 13 سنة وبتاخد فلوس من ورايا، أعمل إيه؟ يا سيد جمال، بنتك لو بتاخد فلوس من وراك يبقى عندها حاجة غير ملباة. هذه الحاجة إما معنوية وإما مادية. الحاجة المعنوية إنها محتاجة اهتمام أكتر، محتاجة حوار أكتر، ممكن يكون، أنا طبعا بفترض وإنت خد الكلام شوفوا الأنسب لبيتك وإنت أضرب بيتك، ممكن تكون حاسة إن إنتوا بتحبوا إخواتها أكتر منها أو منها، أو بتميزوا إخواتها عليها، فكأنها في شيء من الغضب طالع في صورة طب أنا هاخد، كأنه حقي لأن أنا مش واخدة حقي المعنوي. وده علاجه الكلام والإغداق عليها بالحب وكثرة قضاء وقت معاها، وإنك تشاور لها على صفاتها الحلوة فتشوف نفسها بعيونك كبيرة. أو ممكن يكون عندها احتياجات غير ملباة مادية، يكون المصروف اللي انت بتديه لها أقل بكتير من احتياجاتها، وده برضو هيحتاج مواجهة وكلام. لأنك لما تعرف احتياجاتها ممكن يكون عندك قدرة إنك تزود مصروفها، فيبقى أنت مديها مبلغ أقل بكتير من الوسط اللي هي اللي أنت معيشه فيها، المدرسة مثلا الشيك أو المنطقة الشيك، ومديها فلوس قليلة، فأغلب صحاباتها فلوسهم أكتر. فافهم منها، يمكن تقول لك على معلومة تخليك لو عندك قدرة تزود الفلوس. طب ما عندكش قدرة وهي عندها تطلعات واحتياجات، لازم تشرح لها قد إيه أنت بتتعب في شغلك، وقد إيه إنك أنت القرش ده غالي عليك أوي، وقد ايه انك انت مستعد تضحي بنفسك وحياتك وفلوسك بس هم يكونوا سعداء. فتشعر هي ان انت مش متاخر عنها، وان هي لو بتاخد فلوس من وراك هي بتعتدي على ممتلكاتك. وهنا في موضوع مهم لازم تتكلم فيه معاها، الا وهو اهميه احترام الملكيه، وان انت عمرك ما هتيجي على حاجه هي بتملكها، علشان هي تبقى عارفه قد ايه كبير عندك وعند ربنا انها تيجي على حاجة انت بتملكها وهي الفلوس.
شايف المعاني دي حاول تسمع الإجابة تاني ونقي منها الأنسب لبنتك، وما تنساش تدعي لها في سجودك إن ربنا يعافيها من الموضوع ده. أولادي معصبني على طول وأنا أرملة وهم في سن المراهقة، مش بيسمعوا كلامي خالص ومش حاسين بي، أعمل إيه؟ لا طبعا يعني ربنا يعين حضرتك يا أستاذة نجوى ويرزقهم في شخصيتك. أنا عارف الست لما بتكون أرملة بتمارس دور الأب والأم، ربنا يعينك ويعني ينفخ في صورتك زي ما المصريين بيقولوا ويقويكي على الرسالة دي. وياما ستات كتير ترملوا أو اتطلقوا وربوا العيال وطلعوا العيال أسوياء جدا بسبب اجتهاد الست إنها تقوم بالدورين، مرهق وشاق، لكنك إن شاء الله تخشي مع سيدنا النبي زي ما هو قال: أنا أول من يحرك حلق الجنة فأرى امرأة تزاحمني بأكتافها فأقول: من أنت وما لك؟ تقول: أنا أرملة قعدت على أيتام لي، اهتميت بولادي وربتهم. بتخش جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هتعملي إيه؟ هتحتاجي تتكلمي كتير وتفكريهم لو أبوهم عايش كانوا هيعملوا إيه، وتطلبي منهم إن هم يساعدوكي على نفسهم. اتكلمي معاهم بفانربيليتي، بهشاشة، يعني قولي لهم: أنا تعبانة ومش قادرة أعمل الدورين، وأنتوا كبرتوا يا أولاد، عايزاكوا تقفوا جنبي عليكم تساعدوني إن أنا لما أشوفكوا بتكبروا قدامي كده ما أحسش إن أبوكم مات، أحس إن أبوكم كان عايش وانتوا قمتوا بدور ابوكوا اللي ربنا اختار ان هو يسيب الدنيا ويرقيه للاخر. كلمي معاهم كتير. لو في حد بيحترموه وهو ميل فيجر، يعني انسان، رجل مدرس عندهم، كابتن بيمرنهم، شجعيه ان هو يوصيهم وشجعيه ان هو يوجههم، وربنا سبحانه وتعالى ببركة دعاكي ودعائنا ليكي يكبر خاطرك فيهم ان شاء الله. منا بتقول لي ممكن تتكلم عن العتاب الكتير لانه فعلا بيدمر او بيبوظ العلاقات. العتاب بيدمر العلاقات. العتاب بيعمل ديفنسيفنس، يعني دفاعيه. يعني انت لو جاي تعاتبني انا هحاول اقول له: طب حقك عليا، ويعني احاول اتاسف. المره الجايه غصب عني دوافع البقاء اللي جوايا هتخليني ابقى انشف شويه. المره الثالثه ههاجمك، المره الرابعه هكذب، المره الخامسه أذكر غلطات ليك. وانت بتعاتبني على حاجة ممكن أتأسف عنها، بس كتر العتاب ده بيعكر جمال إن الواحد يبقى على طبيعته. والعتاب نوعين: عتاب المحب وعتاب المؤلم أو المنتقم. عتاب المحب هو شخص حصل في حقه حاجة ضايقته وهو باقي عليك، فبيختار أنسب وقت وأنسب حالة ليك أنت قادر تستقبل فيها الكلام، وبيختار أشيك ألفاظ، وبيبقى همه مش إنك تتوجع، همه يوصل لك بس إيه اللي وجع. ولو أنت جادلت ما بيجادلش. أنا بس حبيت أقول لك إنك لما أنت بصيت لي البصة دي يعني اتضايقت. عم أنا بصيت لك مش هيخش بقى معاك يقول لك: أيوه بصيت لي، ويبدأ. لا، هو مش عايز كده. أنت بصيت لي بقى قلت لي كلمة قدام ناس أحرجتني، فأنت ما اعترفتش، مش هيضغط عليك عشان تعترف. أنا بس حبيت أقول لك اللي حصل. ده المعاتب المحب الصادق. التاني بيبقى معاتب بنية الانتقام والإيلام. حتى الأولاني يسموه تعليم والتاني يسموه تعنيف. الأولاني بيسموه عتاب بغرض الإفهام، والتاني بيسموه عتاب بغرض الإيلام، وبعضهم يقول لك بغرض الإفحام. العتاب الوحش اللي بيدمر العلاقات: أنا عايز أوجعك زي ما أنت وجعتني، فبقول لك إن البصة دي ضايقتني قدام الناس، فأنت قلت لي بصة إيه؟ قلت بصة اللي أنت بصيتها لي باحتقار، خدت منظري وحش، كسفتني ودايما بتكسفني، فانت تقولي حقك علي، اصرفها منين حقك علي دي؟ انت دايما بتعمل كده، وممكن يبقى في شيء من ان انا اجيب لك اخطائك عشان اوجعك بيه لان انا موجوع. لا، ده مش حلو ده، ودي مش سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعلاقات بتقصر عمرها جدا بسبب كثرة العتاب ده. على فكرة شبه العتاب المؤلم كثرة التوجيهات بانتقاد، سواء الست اللي بتوجه جوزها كتير ما بتعملش او ما بتسويش، او الراجل اللي بيخش يقعد يشاور على حاجات في البيت غلط كتير لدرجه ان صوت المفتاح بتاعه في البيت بيبقى هم على اهل البيت. خد بالك من المساله دي وخدي بالك، ربنا يصلح احوالنا ان شاء الله. حماتي صعبه في التعامل ودايما بتجرحني بكلامها، وبتقول قدام بنتي ان انا مش كويسه لاني كنت مطلقه. انا ما بردش عليها وبتجنب المعامله معاها لحد ما امرت البيت كله ما حدش يتعامل معايا.
كل ما احاول اصالحها بتوجعني بكلامها، اعمل ايه؟ لاني حاسه اني بقطع صله رحم. لا ان شاء الله حضرتك ما فيش قطع صله رحم باذن الله. اول حاجه هتعمليها انك تطلبي من جوزك ان هو يتكلم مع حماتك بطريقه فيها وضوح ورحمه في نفس الوقت، وضوح ورحمه على الحاجات اللي بتضايقك، واتفقي مع جوزك على كده واطلبي منه. ولما تطلبي منه خليكي محاميه شاطره للقضيه بتاعتك، انت قضيتك كسبانه لان حماتك بتهينك، فما تجيش تقولي لجوزك كلام في اهانه لامه فيبقى عايز يدافع عن والدته فقضيتك تروح. قولي له انا بحبك وبحب والدتك بس هي بتوجعني، من فضلك يا ريت تقول لها ما تعملش الموضوع ده. انت ايه رايك؟ هي لما تبص لي البصه دي ولا تعايري ان انا كنت مطلقه قبل ما اتجوزك، ده يرضي ربنا ويرضيك؟ كانك بتحطيه في صفك وبحق مش بكيد، وتستاذنيه يروح يتكلم. طب راح يتكلم والموضوع ما جابش اثر، كل اللي مطلوب منك ان عينك يبان عليها، انك انت لما حماتك تقول لي كلام مش كويس ما تضحكيش ضحكه اللي هو يعني ايه مكسوفه، لا انت لازم عينك يبان عليها، ولازم الطاقه اللي جواكي الروح الحال يطفي، لان هي لو هتفضل تهزق فيكي كده انت في وقت من الاوقات تخرجي عن شعورك. ومره من المرات بحب بس في نفس الوقت بوضوح تقول لها يا حماتي انا نفسي علاقتي بيكي تبقى كويسه والموضوع ده بيضايقني، قولي لي اعمل ايه عشان ما تقوليش كده، يعني اساعدك ازاي يا حماتي بشخصيتي وبصفاتي انك ما تكسرنيش قدام بنتي عشان انا مطلقه. هل في حاجه بتضايقك من تصرفاتي فبتردي لي المضايقه؟ قولي لي اعمل ايه؟ كانك بتساعديها ازاي تبطل الصفه الوحشه اللي فيها دي. والدعاء بيغير الشخصيات ويغير النفوس. ادعي كتير في سجودك وبعد كل صلاه وعند كل اذان ان ربنا يهدي سرها معك. دينا بتقول لي ازاي التوسل بالرسول مش حرام، ولما الواحد بيقول والنبي يا رب حقق لي امنيه معينه مش ده برضو توسل؟ كانها بتقول يعني ما ينفعش نقول والنبي وان التوسل حرام. شوفي يا دينا، هنتكلم بكلام السلف الائمه الاربعه العلماء والمفسرين. دايما لما يبقى في قضيه اما فقه، طبعا قضيه التوسل دي في باب الفقه مش باب العقيده عند السلف كله، احنا بس بعض الناس في العصور الحديثه حطوها في باب العقيده بس هي باب الفقه. فاعتقادا او فقها ايا كان، احنا عندنا بجواز العلماء قالوا في حديث الامام البخاري لما ثلاثه دخلوا الغار وقعت عليهم صخره، فقعدوا يطلبوا من ربنا بعمل صالح، يا رب انا عملت العمل ده، لو كنت عملته ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. العلماء قالوا ان ده اسمه باب جواز التوسل بالعمل الصالح، فاحنا ينفع نتوسل ربنا بعمل من اعمالنا. طب بالله عليكي، عمل من اعمالنا ولا سيدنا النبي؟ طب استنى بس قبل نوصل للنبي، واحنا يجوز لنا ايضا نتوسل بصفات الله، فنقول اللهم بقدرتك على الخلق، اللهم برحمتك افعل كذا وكذا، فانا بتوسل بصفات الله، فادي توسل بالعمل الصالح وتوسل بصفات الله. ومنها السلف الصالح تقريبا شبه اجماع، يعني الشافعيه والمالكيه والحنابله وكثير من الاحناف على جواز التوسل برسول الله عليه الصلاه والسلام. لو رب برسول الله اكرمني، اكن بنقوله عشان خاطر النبي، عارف الاغنيه اللي تقول لاجل النبي لاجل النبي، حاجه زي كده بالظبط. طيب هذا التوسل اللي اجازه تقريبا اجماع تقريبا السلف، هذا التوسل كلمه والنبي، لما اقول لواحد والنبي هات لي كذا مش معناها بحلفان، في اتنين والنبي، في والنبي اللي هو بسالك يعني بجد والنبي احلف كده بالنبي، دي حلفان وليها اقوال للعلماء، وفي والنبي عشان خاطري، والنبي يعني عشان خاطر النبي، يعني عشان خاطر حبك للنبي، دي ملهاش علاقه بالحلفان خالص، دي ما في اصلا العلماء كلهم اجازوها، اللي هي والنبي معلش اعمل لي كذا، والنبي يعني عشان خاطر سيدنا محمد. لكن والنبي بتاعت الحلفان دي العلماء ليهم فيها اقوال، منها قول الحنابله بوقوع، يعني لو واحد حلف بالنبي وحب يرجع من الحلفان بالنبي تلزمه الكفاره. فاصل اقول من الكلام ده ان حتى الحلفان بسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بعض العلماء تكلموا في الجواز به. طب احنا لا بنحلف بالنبي في موضوع التوسل، ولا كلمه والنبي الاولانيه اللي هي بتاعت عشان خاطر النبي دي، ده موضوع التوسل بقول لربنا بحبك لرسول الله، حتى ما فيهوش حلفان بالنبي اصلا. ف يعني دي مساله التوسل. واهم حاجه في الموضوع انه مش كلامي، انا لا اجرؤ ان انا اقعد احط قواعد للمسائل الدينيه، انا مين انا؟ قول العلماء قالوا، فحبيت انقل اقوال العلماء. نور بتقول لي فعلا عادي، هل يعني يجوز ان الفتاه المخطوبه تظهر شعرها لخطيبها قبل الجواز؟ احنا يا جماعه عندنا نوعين من الرجاله في حياه الستات، او ثلاث انواع، خلينا نقول يعني في المحرم وفي اللي مش محرم اللي بيسموه الاجنبي، وفي حاجه اسمها المحرم المؤقت. خلينا نقول بس المحرم ومش المحرم، خطيبك مش محرم ليكي،
خطيبك مشروع جواز. طيب البنت المفروض ان هي لما تبلغ بيبقى عندها زي المرأة، ان هي بتستر جسمها ما عدا الوجه والكفين، وعند الأحناف يجوز ظهور ظاهر القدم، هو الحتة دي من الرجل يعني، لو بنت لابسة صندل يعني. فالشعر ده بالنسبة للأجانب اللي هو مش محرم ليه ما ينفعش يظهر. طيب خطيبها مش المفروض يشوف شكلها ويشوف جسمها ويشوف؟ العلماء قالوا ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا انه يبص للوجه ويبص للإيد، لانه ما تنفعش ان هي تكشف لبسها امامه. فالشعر عند البنت لا يظهر امام خطيبها، يظهر امتى؟ يظهر قدام جوزها بعد كتب الكتاب. نسرين بتقول لي الراجل اللي بيبيع الاقلام في الشارع والمناديل، هل الافضل اشتري منه بسعرها؟ وهل ممكن مثلا اديله فلوس زياده بسعر زياده، ولا الافضل ما اخدش منه واديله الفلوس على طول؟ لاني ساعات بشعر بالذنب ان انا انقصت من الاشياء اللي معاه. انا بعمل ايه يا نسرين لما ربنا بياذن ليا؟ يعني بشتري منه بفلوس زياده علشان اشجعه انه يبقى بياخد الفلوس في مقابل شغلانته، لكن بزياده، مش اديله فلوس وما اخدش منه حاجه، عشان ما يتكونش جواه وهو عنده القدره انه ياخد فلوس مش في مقابل حاجه، لان هو نازل يبيع مش نازل يسال. لو نازل يسال ده حاجه تانيه ليها افكار تانيه، سواء لو نازل يبيع لا انا هاخد منه بضاعته، بس اللي بجنيه ممكن اشتري ب10 او ب100 او ب200، وكل واحد وقدرته. كان دايما مشايخنا يعلمونا حركه انك انت تروح واحد الصبح بدري، تنزل ربنا كرمك بفلوس، وواحد قاعد بيبيع صميط عنده الصميطه بجنيه ولا ب2 جنيه، حاطط 100 صميطه قدامه هيبيعهم، هيقعد يبيع فيهم قد ايه؟ 5 6 7 ساعات لغايه الساعه 12 1 الظهر. انزل اديله ال 200 جنيه وخد منه الصميط كله، خليه يروح لعياله بدري. يا سلام، وال 200 جنيه دول ربنا يرجعهم لك ان شاء الله 2 مليون جنيه على كل شيء. ما حكم الدين في الاب المريض نفسيا والقاسي والظالم لبنته؟ وهل يجب عليها ان تتعامل معه؟ لا شك ان الموضوع لو خرج عن الطاقه وخرج عن الوسع، لا شك ان الشريعه دايما بتبقى في صف المظلوم. بر الوالدين ده هو العبادة الكبرى بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وحضرتكم حافظين. قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، بيتخانقوا معاك تبقى كافر. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. معروفا يعني بما تعارف عليه العقلاء والأسوياء من أخلاق كويسة. طيب صاحبة السؤال بتقول يا أبويا مريض نفسي، اتعامل معاه ازاي وهو بيظلمني وبهدلني؟ عندنا حاجتين. الحاجه الاولانيه، مين اللي شخص انه مريض نفسي؟ وهل كل انسان شديد شويه يبقى مريض نفسي؟ طب لو تشخيصه عند الاطباء فعلا مريض نفسي، يعني بيخرج منه بعض التصرفات المنافيه لطبيعه البشر، هطلب من حضرتك طلب، تروحي للطبيب النفسي اللي بيعالج والدك وتطلبي منه جلسه وتدفعي الفيزيتا. معلش هتحوشي شويه زي ما بنحوش للاكل والشرب، هنحوش لنفوسنا عشان قلوبنا وعشان اخرتنا. تدفعي وتقعدي معاه تقولي من فضلك عايزه احمي نفسي من اذيه ابويا اللي هو مريض بيتعالج عندك من غير ما اذيه ولا اعتدي عليه، وتسمعي من الطبيب يقول لك ايه كيف تحمي نفسك من اذيه والدك. ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلبه عليك. السؤال بقى اللي هو باسمه اللايف النهارده، مريم بتقولي لما باجي ادعي ربنا بحس ان انا انه مديني نعم كتير بالنسبه لغيري اللي عنده ابتلاءات، بحس اني طماع والمفروض احمد ربنا على اللي انا فيه، وان ممكن ربنا يبتدني في الحاجه اللي انا عايزاها دي والمفروض اصبر. شوف يا مريم، سؤال كله اخلاص ومحبه لربنا ورضا. مش معنى ان ربنا موسع عليكي انك ما تطمعيش في كرم الله وعطاء الله. وبالمناسبه علماءنا ومشايخنا علمونا ان في رضا بالبلاء وفي رضا بالنعماء. يعني انا راضي ان ربنا واخد مني حاجه كان نفسي فيها، او وجعني في حاجه كان نفسي ما توجعش فيها، ده رضا بالبلاء والوجع. وفي رضا ان ربنا موسع عليا، انا راضي. راضي يعني ايه؟ يعني يفعل ما يريد. دلعنا يا رب كمان، اكرمنا يا رب كمان. ولما تتسال اخبار حالك ايه تقول الحمد لله في نعمه كبيره، في زحام من النعم زي ما علمونا الناس المؤدبين مع ربنا سبحانه وتعالى. وتحط جنيه يجيلك 100,000، وتتصدق بقرش يجيلك 100 قرش. ايه ده؟ كرم ربنا سبحانه وتعالى.
ومن علامات الرضا عن ذلك ألا تستكثر ذلك على الله، تستكتره على نفسك زي ما حضرتك يا مريم كده. إيه أنا مش عايز أطلب من ربنا حاجة، ده أنا عندي حاجات كتير قوي لدرجة إن أنا مكسوف أطلب منه لحسن يبتليني. لا هنا غلط بقى، لا. وكأن ربنا، مش هتكلم عن ربنا، هتكلم كأن أنا مثلا اللي بأعطيك يا مريم، لو أنا اللي بأعطيكي كأني خلقي ضيق، فاديتك كتير ومش مدي غيرك، اديتك كتير خلاص بقى ما تطلبيش، كل شوية تطلبي طب هاتي بقى اللي عندك. أنا بوحشتي ونقصي أعمل كده. الله لا، الله سبحانه وتعالى واسع العطاء، الله يحب العبد اللحوح، الله يفرح وانت فرحانة ويرضى ويفرح وانت شوف يقول لسيدنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا، حب يشوف الرغد في حياتك، رغدا حيث شئتما. كان ممكن يقول كل منها حيث شئتما وسيدنا آدم برضو يأكل زي ما هو عايز، بس ربنا قال رغدا عشان إحنا نعرف أنه يحب لنا الرغد. فاستمتعي واطلبي اللي انت عايزاه وربنا يوسع عليك. ابو حمود بيقول لي ماذا يحدث للانسان بعد الموت؟ يبقى مع ربنا من غير حجاب. احنا الدنيا دي شغلانة عن ربنا، لما بنموت بنبقى مع الله من غير حجاب، بنبقى مع الله وبس، بننبسط ونتدلع في فضل ربنا من غير ما تشغلنا لا سعي على رزق ولا خوف على عيل ولا خوف من حد بيزعلني ولا زعل اني ما صليتش النهارده، مع ربنا وبس. فدي ارتقاء. شوف سيدنا النبي هو بينتقل يقول له في الرفيق الأعلى، مرافقة بقى يعني إيه الأعلى. أين كان الله قبل الخلق؟ النبي يرد، النبي يرد كان الله وحده. أيوة يعني كان بيعمل إيه؟ يقف العقل هنا، يقف العقل هنا. كان سيدنا ابن عطاء الله يقول في الحكم كان الله وحده ولم يكن معه شيء وهو الآن على ما عليه كان. كأنه بيقول حتى لما ربنا خلقنا ده هو احنا انفسنا بايدي، يعني احنا موجودين مع ربنا، انا بقول وربنا بيقول، كاننا لي اراده. يا عم اقعد، هو ابن عطاء الله كانه بيقول لك كده، يعني انت ارادتك خاضعه لاراده الله. كان الله ولم يكن شيئا معه وهو الان على ما عليه كان، هو فعال في كل شيء، يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى، يحكم ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فكان فين ربنا؟ كان ولا شيء معه سبحانه وتعالى. هتفهمها ازاي؟ حد يفهمها، العقل ما اتخلقش لتركيبة فهم ذات الله. نبقى نقول له يا رب فهمها لنا لما نروح له، وما عندناش اشكالية خالص ان احنا لا نحيط بالله، لا انا عايز افهم بقى كل حاجة عن ربنا، غلط، هتتعب في المسألة دي. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون به علم. فانا ما عنديش اشكالية ان انا ما فهمش حاجة عن ربنا، لان انا عبده هو رب ومتصالح مع الحالة دي. هل يجب علي ان انا اكبر عند سجدة التلاوة؟ قولين للعلماء، قول ان سجدة التلاوة تشبه سجدة الصلاة، فانا قاعد دلوقتي بقرا فخر راكعا واناب الله اكبر، قمت ساجد بدل الله اكبر ورجعت اقرا قران. وبعض العلماء يقول لا، فخر راكعا واناب قمت ساجد وطالع من غير الله اكبر، بسموها تكبيرة الانتقال، نزلت سجدت قلت دعاء السجود، سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وبعدين قمت قايم من غير الله اكبر وكمل تقرا، وهكذا قولين في المساله. حسام بيقول لي العلماء بيقولوا ان بياكدوا ان ربنا رحيم وبيغفر، طب انا بقى مش عايز ربنا يسامح ناس معينه على اللي عملوا ولا يغفر لهم ولا يرحمهم، حقك يا حسام، خلاف الاولى بس حقك. يعني ايه خلاف الاولى؟ يعني ربنا بيقول لسيد النبي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله. كأنه بيقول له حقك انك انت تاخد حقك، وحقك انك انت ما تسامحش، والاولى الصبر. فانت يا حسام بتقول لي لا انا مش عايزه يرحمهم، حقك، انا ما اعرفش حجم الوجع والاذى اللي حصل فيك، وبالتالي مش هنظر عليك واقول لك سامح، فين قلبك اللي بيسامح؟ انت ما تعرفش حصل فيه. عشان كده ربنا اجل خصومات ليوم القيامه. الله سيسامح في حقه سبحانه وتعالى، أما في حقوق الناس فينصب الميزان ويجي الشخص المفلس الذي فعل أركان الإسلام لكنه شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. وسيدنا النبي يتكلم كتير والقرآن يتكلم كتير على المسائل دي. حقك، وإن كنت بشوف إن ده يا صاحبي حمل تقيل على الكتاف قوي، إنك تفضل عايش بالمراضي، تقولي لا هفضل عايش بيها لغايه ما قابلهم وعند الله تجتمع الخصوم، حقك.
بس ما تقفلش على الفكرة دي قلبك، يمكن بكرة ربنا يبعت لك معنى بسببه الموضوع كله يرخص عندك وتسامحهم وتنزل من على كتافك الوجع ده. لكن لو فضلت كده يعني ليك رب كريم يوم القيامة. الله، شوف ريهام تقول لك ايه بقى. واحد نعرفه من زمان، شاب بس اكبر مني شويه، بيبعت لي رسائل على الماسنجر بيقول لي ازيك وبيطمن عليا كل فتره، وانا برد لاني بتحرج ما ردش. ده صح؟ اولا يا ريهام الموضوع مش صح وغلط، لان البرايفت مسج الماسنجر بتاع الواتساب او سوري الفيسبوك او الانستجرام او ايا كان، يعني ده اسمه برايفت مسج، ممكن ما ترديش لو انت عايزه، ومش هيبقى فيه سوء ادب او المصريين يقول لك جليطه، اللي هو ايه بيتصرف بطريقه سخيفه مع الناس. انا حر، ده البرايفت مسج بتاعتي، انت مش القيت عليا السلام في الشارع وما ردتش، فمبدئيا لو ما ردتيش ما فيش غلط. الحته هنا الموضوع هنا السياق، لما حد بيبعت كده على البرايفت مسج في حال بيخشلك، كلمة حال دي اللي هي باللغة الحديثة انرجي، في احساس كده بيخش لي. هو ده بيظبط ولا بايه بيتكلم معاكي كلام كده؟ عشان فانت لو حسيتي ان واحد بيسلم سلام عادي، لو انا اخوكي الكبير هقول لك اول مرة تقولي وعليكم السلام، يبقى كلام على القد، كأنك بتردي السلام بس، برضو احتراما للشخص. لو حسيت ان في كلام ملوش لازمة افضل انت ما ترديش، يعني يشوف ان انت شفت المسج وما ترديش، ودي مش سوء ادب منك، مش عايز ارد على الحته البرايفت، كان حد دخل اوضه مش بتاعته، فبعد اذنك انا مش عايز حد يخش الاوضه دي. لكن طبعا ده كان ذوق منك عالي انك انت بتردي، فما فيهاش لا حرام لانك مثلا ما قلتيش كلمه تخدش الحياء ولا خلوه مثلا، لكن في نفس الوقت القرار ليكي. الله تعالى سيدنا بيقول لك ايه بقى من غير ما اقول اسمه، ما حكم الحب من امرأة متزوجة مع العلم ان قلب المرء مش بايديه؟ لا يا صاحبي، لا قلب المرء بايديه. وما حكم التخبيب؟ التخبيب ان انا اقوم واحدة على جوزها لغاية ما اطلقها منه، او اقوم واحدة على مراته لغاية ما يطلقها. من خبب امرأة على زوجها او رجلا على امرأته حرم الله عليه الجنة، او حاجة كده. هفتكر الحديث دلوقتي. ايه حكم الشخص اللي يحب ست متجوزه وقلب البني ادم مش بايديه؟ لا يا صديقي، قلب البني ادم بايديه. يستطيع الانسان ان يقطع عن قلبه خواطر السوء. والحب الساينس بيقول ان الحب كيمياء، لاني انا لما بشوف واحده بتعجبني بنبسط، وبعدين انا ما غضيتش بصري، فادي عندي حاجه. بعدين لما بتكلم معاها كلام بيرسونال وحاجات برايفت وبفضفض معاها، كل ده قراراتي، بتفرز هرمونات الحب بقى، الدوبامين والاكسيتوسين والسيروتونين والهرمونات الخمسه بتاعت الحب الشهيره، اتكلمنا عنها في على ابواب الفتن، في فتنه الزميله الجذابه، اتفرج على الحلقه دي مهمه قوي. استطيع ان انا اوقف سيل الهرمونات دي يا صديقي بقطع العلائق، قطع التعلقات اللي بيني وبينها، ما اتكلمش معاها تاني، اغض بصري عنها، لا فضفض معاها، ولو اتكلمت معايا ما ردش واعمل لها بلوك، عشان انا بحمي نفسي من خيانه جوزها، لان انا خاين لجوزها، وهي حاسه هيقف قدام ربنا يوم القيامه يطلب حقه مني. وده بيعمل لو سيلف ايمج رهيب لنفسك، انت لما تبص في المرايه انت صورتك الذاتيه مهزوزه، لان ما فيش حد ربنا خلقه خاين، وانت لما تبص لنفسك تحس انك انت لا انا ناقص، استغفر الله انت على دماغي، بس انت هتشوف ده. ولو مش شايفه دلوقتي لانك انت سكران سكرة الحب، هتشوفه بعدين لما تتطلق من جوزها ومصيبة تقع وممكن توحش في عينيك حاجات كتير قوي قوي، الشيطان سايق جامد قوي. فاقطع خواطر السوء، وقف كلام معاها، غض بصرك عنها، لو معاك في الشغل تكلمش معاها، لو هي بتحاول تتواصل معاك اعمل لها بلوك، احميها من نفسها. وحكم التخبيب قلت لك في الحديث بعيد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا نهار ابيض، احنا طولنا خالص. طيب ارد المره الجايه على بقيه الاسئله. ربنا يرضى عن الجميع ويحفظكم. وتاني هقول بشعر باحساس جميل جدا لما بتشركوني في مواضيعكم وبتدخلوني بيوتكم في صوره سؤالي عن حاجات خاصه بيكم، وبحس ان في بيننا وبين بعض تواصل. يا رب يديم المعروف والمحبه ويصلح احوالنا
وما تنسوش تتفرجوا على كنوز كل يوم جمعة على أون الساعة 6 المغرب، وتأملات في كتاب الله يوم الثلاث صباحا. أشوفكم دايما على خير إن شاء الله. سلام عليكم. الله.